مومو شو على إذاعة إيت راديو. مرحبا حاتم، مرحبا ليبيا، مرحبا. اش اخباركم انتم؟ الحمد لله بخير، كل شيء بخير الحمد لله. وانت ما كنتش كنهضر معك، انت كنهضر مع الناس اللي كيتفرجوا. واخا انا بعدا بخير الحمد لله، احنا بخير وعلى خير معكم في الشو بخير، على إذاعة إيت راديو بخير، في مومو شو بخير. واليوم غادي نستقبلوا لأول مرة، غادي نستقبلوا، كنا استقبلت انا شحال هادي هشام القروش، واليوم غادي نستقبلوا سفيان البقالي اللي هو بطل ديال العاب قوى. غادي نستقبلوا، غنتعرفوا عليه، غادي نتعرفوا على الرياضه، لان خصكم تعرفوا بزاف الحوايج على الرياضه هذه، كيفاش كيتوج، كيفاش كيوجدوا ليها، كيفاش كيشاركوا فيها، وكاين واحد التفاصيل غادي نشوفوا مع سفيان البقالي اللي ربح هذا العام لا ميداي دور، ميداي دور في الالعاب الاولمبيه، الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه. فرحان جي عند مومو. وي بيان سيغ، انا فرحان بزاف اليوم كاين مع مومو. شنو بغيتي تسولوا نتوما حاتم؟ شنو بغيتي تسول سفيان؟ واش نقول لك انا؟ شي تنبقى مبهوض في بنادم اللي تيوصل دي زيكسبلوا بحال هادو، وانت تجيب مغنيين وكل شيء، داكشي زوين، وهذا المهم بنادم تيدير شي حاجه اللي زوينه، ولكن بحال هكا بطل اولمبي واللي 25 عام عنده وربح كينيين اللي كانوا دايرين لي انا عقده في حياتي، تنتفرج في كورس تنعرف كينيا اللي توصل الاولى مجاهدين هما 25 كون، انك دير بحال هادشي هذا، شنو يمكن لك يكون لوبجيكتيف ديالك من بعد ملي توصل لهادشي هذا؟ حتى انا كنت في بلاصه نوصل لهادي، صافي غادي نجمع حوايجي وغادي نرجع. نتايا وي بركه بطل اولمبي ودزت على كينيا فف صافي واعر واعر. سفيان بقالي واعر، نقدموا لكم دابا شويه غزال. شنو هي الحاجه اللي خايف منها في الشو؟ ما خايف من حتى شي حاجه، حيتاش عارف مومو غيسولني اسئله زوينه. لما جبتي تسولي سفيان؟ انا بغيت نسول شنو هي اخر حاجه كيفكر فيها قبل ما يدير الديبار، واول حاجه كيفكر فيها فاش كيوصل. شنو غادي تقول فاش غادي تخرج من ليميسيون من عند مومو؟ فاش غنسالي مع مومو غادي نقول بلي استفدت شي حوايج من قبل ما كنتش كنعرفهم، وغادي نقول بلي دازت ميسيون زوينه معاه. انا شفت كاع لي كورس ديال سفيان بقالي، كل ما تفرجت فيهم عنده واحد المونطال بجد، عنده مونطال واعر، وخصوصا واحد كان قدامه امريكاني كيفاش فاتو بدون عناء، فاتو كتحس به فاتو بالمونطال. قال خاصني نفوت هذا دابا وفاتو، وهو الـ هو الـ هو السبيسياليتي ديال سفيان البقالي هي 3000 متر متر حواجز. غادي نستقبلوا سفيان البقالي، هو عزيز عليه غراندي توتو، داكشي غنستقبلوا بالاغنيه ديال سفيان البقالي. مرحبا 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 الغزال، مرحبا. نهار كبير هذا اخويا، نهار كبير. الله يحفظك مومو، شكرا. انا فرحان بالتواجد ديالي معكم اليوم، شكرا حاتيم، شكرا لمياء، شرف لي انا نكون معكم اليوم كذلك. شرفتينا اخويا، شرفنا نستقبلوك، ومرحبا بك اخويا، وهذه مده بغيت نستقبلك وبغيتك تجي البرنامج، بغيتك تجي للشو ونتعرفوا عليك اكثر، ونتعرفوا على الرياضه ديالك، وتتكلمنا على كل شيء، وندوزوا معك هذه الوقيته ونتعرفوا عليك على القريب. الحاجه الوحيده انه ما جابش مع ميداليه، اي الميداليه الذهبيه ديال طوكيو ما جبتهاش معاك. دوماج، المره الجايه نجيبها. علاش ما جبتهاش مومو؟ راه شرحت ليه كيفاش، عيط ليا، كنت انا في الرباط وهي كاينه عندي في فاس، ما كاين مشكل، مخبعه عند والدين. فين مخبعه؟ واش مخبعه ولا معلقه؟ لا حطها عند الوالده دابا، مخبعه، هي مخبعه دابا. تلقى ماماك مره مشيت تطلع عليها، مره شوف فيها، تمشي تشوفها خويا، غادي يصفقوا عليك قبل الميداليه الذهبيه ديال طوكيو. شكرا. طب درت لك باش الدخله ديالك، درت الاغنيه ديال الجراندي توتو. سي عزيز عليا، عزيز بزاف بزاف. اما كهضرتي معاه؟ نو انستغرام؟ نو انت على انستغرام ديجا، دير لي ابوني، كنشوف كاع داكشي ديالو، ديما متبعهم شحال هادي. شتي بهاد الانستغرام اش دار فينا الانستغرام؟ دابا انت متبع لواحد وواحد متبع، وعمرك ما هضرتي معاه، انت كتعرفو مزيان، هو كيعرفك مزيان. دابا هادشي اللي وقع لنا انا وياك فاش كنتي الله ربحتي الميداليه، قلبت عليك، الكونتاكت الوحيد اللي عندي هو انستغرام، وصفت لك ميساج وفرحت بزاف حيت جاوبتيني. وبيان سيغ. شكون صيفط لك ميساج من بعد ما ربحتي الميداليه الذهبيه؟ والله شوف، من بعد فاش ربحت راه عرفتي شنو، راه لي ميساج اللي وصلوا راه ما يمكنش، هذاك الشيء الحب ديال الناس الحمد لله اللي كانوا كيوصلني منهم الميساجات، سيغتو بزاف ديال الفنانة، بزاف ديال السبورتيف، بزاف ديال الناس اللي مشهورين. انت الاول، كانت كذلك بزاف ديال المغنيين منهم اسماء منوار، سعد مجرد، زهير بهاوي، غيسمحوا لينا اللي ما نذكروش الاسماء ديالهم حيت كانوا فريمون بزاف،
كذلك الصديق ديالي هشام مسرار ديال القناه الثانيه كان هو دائما هذاك قبل الالعاب الاولمبيه ومن بعد الالعاب الاولمبيه اللي هو كان تايق هو باللي غادي ناخذ لا ميداي من لي جوز اولمبيك. فهذا كما قلت لك من بعد لي جوز اولمبيك عرفت القيمه ديالي كبيره اش كتسوى عند المغاربه. دابا كيفاش هادشي دابا انت هاد اللقطه؟ لانه انت راك لعبتي قبل شاركتي في مسابقات قبل الميداليه الذهبيه. اول حاجه اهم حاجه انه انت الوحيد اللي خديتي ميداليه ذهبيه للمغرب في لي جوز اولمبيك في الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو. علما انه انت لعبتي في الاخر في الوسط. انت في الوسط ما انت دابا شنو وقع في لي جوز اولمبيك؟ لعبوا المغاربه في بزاف ديال الرياضات لعبوا توح ما دا حتى شي حاجه. وانت فاش وصلت نوبتك انت يا باش تلعب ما كناش معولين فهمتي؟ ما فاقدين الامل كاين. شوف كنا ما كناش معولين وكي قال ما كانش كيعرفك كاع فهمتي ما كانش كيعرفك. وانت خرجتي ميداليه ذهبيه بنتي. كيفاش عشتي هاد لي ميساج اللي وصلوك الناس اللي صيفطوك لي ميساج كلشي يهضر معاك اللي دستي من راك بحال دستي تشهرتي الشهره وتعرفتي اكثر كيفاش عشتي هادشي كامل؟ واي هو قبل بعدا فاش مشيت لي جوز اولمبيك لي ريزو سوسيو حيتهم ديجو قبل الكومبيتيسيون ديالي حيتاش فريمون كنت كان غادي نعيش الضغط هو الضغط ديال لي زونطريمون ديال بريباراسيون بركه عليا حيت ما بغيتش نعيش ديك الضغط ديال لي ريزو سوسيو سيغتو فاش كانت انتكاسه كما نقولوا ديال الرياضه المغربيه في الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو لان كانت نتائج كارثيه ابار الريزلتا ديالي اللي كانت ميداليه ذهبيه. يعني كنت كنشوف الناس مثلا باغ اكزومبل واحد كيلعب في الصباح كيتقصى كان كيجيو الناس كيكتبوا لي لي ميساج بقيتي لينا غير انت اولاني عليك دونك انا ما بغيتش نعيش هذه اللحظه هذه فقررت انني نحيد لي ريزو سوسيو باش ما نشوفش هذاك الشيء هذا كامل وما يوصلونيش ديك لي ميساج باش نقدر نبقى مرتاح. برافو عليك. داك الشيء اللي وقع حتى مشيت لا فينال ديالي ولعبت اليس كنت اليس وفاش ربحتي وشعلتي التليفون ورجعتي لي ريزو سوسيو التليفون تفرقع صافي ديك الساعه يعني كنشوف ديك لي ميساج وكنعيشهم بديك الطريقه اللي بغيت نعيشها انا وكنت كنتخيلها انا يعني منين غادي نربح كيفاش الناس غادي يهضروا معايا كيفاش غادي يقولوا لي مبروك على الربح ديالك كل واحد الطريقه ديالو كاين اللي صور ليا فريمون لقطات اللي كانوا شوكوني بزاف الناس دي فامي جاسين في الدار ديالهم يعني صوروا ديك اللقطه ديال الفينال كاين اللي صور والديه كيفاش عاش ديك الفيكتوار ديالي كيفاش الناس كيبكي صراحه شي حوايج اللي زوينين الوالده ديالي انا فاش تفرجت هي صوروها يعني على غفله يعني فاش كانت عايشه لومومو هذاك يعني حاجه زوينه توب. ومن المسائل اللي وصلوك من بعد ما ربحتي الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو هي الرساله ديال سيدنا. وي احسن حاجه بالنسبه لي كنت مازال في طوكيو هي الرساله ديال سيدنا الله ينصره والله يطول لنا في عمره. فديك الرساله عمرها غادي ننساها والحمد لله يعني كتشوف اللي العمل ديالك وديك الشيء هذا كامل اللي قمتي به كيتوج في الاخير برساله من سيدنا الله ينصره لان صراحه عبر لي على الفخر والاعتزاز ديالو بيا انا وكذلك بالفخر والاعتزاز على وديت الفرحه اللي فرحت المغرب كامل والشعب المغربي كامل. الرساله اللي وصلتك عند الملك محمد السادس مكتوب ليد. وي سي صح. واو فين كنتي باش وصلتك؟ انا كنت باقي في طوكيو. باقي في طوكيو؟ وي انا كنت باقي في طوكيو مي هي وصلت للدار عطاوها الوالد والوالده هما اللي سلموها. واو والام ديك قرات عليك؟ نقراها الوالد ديالي. واو اخويا انا اللي عجبني من بعد ما ربحتي هي لا ديكلاراسيون اللي درتي من بعد ما ربحتي ميداليه الذهبيه هضرتي مزيان انا عجبني الحال المساله عجبتني والله ما عرفت ما نقول لان الحمد لله هذا حلم اليوم يتحقق بعد سنوات من العمل الجاد الحمد لله رفقه الاصدقاء ديالي اللي كيساعدوني في التدريب كذلك المدرب ديالي اللي كتربطني به علاقه قويه ليس مدرب فقط بل هو بمثابة الأب والحمد لله أنا اليوم فرحان بزاف وكنهدي هذا اللقب هذه الميدالية الأولمبية كنهديها لسيدنا الله ينصره اللي صراحة كيسهر على تشجيع ديال الرياضيين وعلى السهر ديال الراحة ديال الرياضيين وكذلك كنبغي نهديه للشعب المغربي لأن صراحة الكل كان متشوق لهذ الميدالية هذه وما تصوروش الضغط اللي كان عليا من قبل والحمد لله استطعت أنني نجيري هذه الفترة هذه باش نقدر إن شاء الله نجي لهذ التدورة اللي كانت حلم من الأحلام ديالي والحمد لله تحققت اليوم. برافو الشامبيون برافو الشامبيون ميدالية ذهبية شي ميدالية ذهبية واو ميدالية دور لي جوز اولمبيك البوديوم انت هو الفوقاني النشيد واو 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 وشعب كامل فرحان
طاب اخويا الله يكمل بالخير. هذه الحلم ماشي... الحلم كنقولوا الحلم كيتحقق. هذه ماشي اول واخر ميدالي ذهبي ان شاء الله. ان شاء الله مازال الخير مازال تراك باقي صغير. شوف مومو انا ديريكتومون فاش خديت لا ميداي دور عطيتها واحد العنوان مناسب قلت لي لا ميداي ميداليه انطلاقه هي هذه يعني مازال ان شاء الله يكونوا الدورات المقبله ديال لي جوز اولمبيك ان شاء الله. ميداليه انطلاقه ماشي ميداليه الوصول. نو مازال على كورس ميداليه الانطلاقه. هذه قلتي واحد الحاجه في لا ديكلاراسيون بعد ما خديتي ميداليه الذهبي ديالك سفيان بقالي قلتي على انه بعد عمل وانا حسيت بك فاش شفتك بانه كاين واحد باركور طويل بزاف قبل ما توصل للميداليه الذهبيه. لان هادشي اللي صعيب في هاد الرياضه ديال العاب القوى هو ان راه مثال لي جوز اولمبيك كل 4 سنين انت كاين المسابقات اخرى اللي كيتلعبوا كاينين مسابقات ما بين الالعاب الاولمبيه كل 4 سنين كاين مسابقات اخرى اللي كيكونوا غير هو كيبقى الحلم ديال اي رياضي هي لي جوز اولمبيك. جوز اولمبيك راه شوفوا كيتجمعوا احسن الرياضيين ديال العالم انك تربح في لي جوز اولمبيك شي حاجه كبيره. يعني كتوجد دابا 4 سنين وكتبقى تخمم وكتفكر في كتفكر في لي جوز اولمبيك اللي جايين. مثلا لي جوز اولمبيك دابا اللي العام اللي جاي 2024 دابا كتوجد لهم يعني غتلعب واخا كتلعب مسابقات راه كتفكر في لي جوز اولمبيك حيت لا فالور ديال لي جوز اولمبيك ماشي هي المسابقات الاخرين ماشي هي لي ميتينغ ماشي هي شامبيون دي موند. حيت لا فالور القيمه ديال لي جوز اولمبيك كتبقى كبيره بزاف على حيت راه اكبر محفل دولي هو هي الالعاب الاولمبيه. يعني خصك ديما تكون كونسونتري 100% خصك تكون كتفكر في كيفاش نقول لك تكون كتفكر ما تزقلش العربيه ديالنا باش ما خصكش تزقل. يعني انا لا زقلتي راه غتسنى 4 سنين وحده اخرى وحده وي دونك خصك تفكر باش ما تزقلهاش. شوف انا واش واحد القضيه 4 سنين ماشي 4 ايام ولا 4 شهور 4 سنين. 4 سنين كتريني وعندك نهار واحد نهار كيقول لك مثلا دابا المره الجايه ان شاء الله في 2024 غتلعب نهار فلاني تقدر دير جوج مسافات ماكسيموم جوج مسافات ياك وي تقدر دير حتى ثلاثه بحال دابا انا هاد لي جوز اولمبيك اللي دازت جربت جوج مسافات لان راه لعبت الفينال ديال 300 متر سيبل في الليل وفي الصباح لعبت لي زاليميناسيون ديال 1500 ولكن ما دازتش لان كنت عيان بزاف لان ساليت معطل في الليل وفي الصباح كان داكشي بكري. 4 سنين كدوز وكتوصل عندك نهار واحد خاصك داكشي كامل اللي ترينتي في 4 سنين خاصك تخرجوا ديك النهار. يعني انه خاصك تحكم في دماغك في لابريسيون بعيدك لابريسيون كاين الجمهور حيت فاش كتريني ما كيكونش الجمهور راه كاين الجمهور. كيف ما قلتي انت حاجه مزيان درتي انت بانه راك حيدتي عليك لي غيزو سوسيو الضغط ديال ليكيب ديال لا تيم ديال لا فيدراسيون ديال الجامعه بزاف ديال الضغوطات الضغط ديال الصحافه بزاف الحوايج هادشي كامل. انت كيفاش حيت كانت وقعت لك فين في الدوحه؟ وي كانت شامبيون دي موند. المهم بعدها كانت اول حاجه هي لي جوز اولمبيك ديال ريو. اييه كنت مشيت صغيره 20 طون كنت ما مشيتش صراحه مطلوب مني باش نحقق واحد الغزيلتا كبيره مي باش نشارك اول مره يعني نشوف. وانت في راسك مشيتي تجرب انت؟ وي مشيت نجرب شوف لي جوز اولمبيك كيفاش. ولكن اللي كانت لا سيربريز انني تاهلت الفينال ودرت 4 بلاص في الفينال كنت قريب للبوديوم بزاف يعني برافو اخي برافو. يعني ريو لي جوز اولمبيك ديال ريو ما كانش لا بريسيون ما كانش ولكن اللي شفت ديك لا بريسيون ديال كيفاش كتكون على لي زوتر سبورتيف يعني اللي كانوا غاديين يجيبوا لا ميداي يعني ماشي بحالي انا يعني شفت كيفاش عاشوا وسيرتو كان معايا البطل 20 عام جوز اولمبيك 20 عام طوب. والنهار اللي ما تحكمتيش في لابريسيون في الدوحه وي شامبيون دي موند 2019 كان بزاف ديال الجمهور يعني وكانوا المغاربه بزاف في الستاد يعني كان صعيب انني نجري لان ما دخلتش مع كنسمع ديك الصدع بزاف يعني صافي نسيت حيت فريمون عارف كاينين المغاربه بزاف وسيرتو كنسمع سميتي يعني الناس كيشجعوا كلشي باغي وكنت باغي لا ميداي دور مي في التالي خديت لا ميداي دو برونز في بدات ثروزيام بلاص ما كاين مشكل ولا وفي حتى هذه 3 شهور باش لعبتي في فرنسا في موناكو نو هذيك طوكيو ميتينغ دو باريس من بعد طوكيو ديريكتوم ميتينغ هو اللي طحت فيه وتقصحتي سي كان طيحه خايبه حتى صراحه في باريس وي باش خديتها تقواس هذاك هو الخلاص الاول ديال ميداي دور حيت كانت اول خرجه ليا من بعد لي جوز اولمبيك اول ميتينغ هو هذاك وي طحت واحد الطيحه خايبه خلات لي دي سيكاتريس في يدي 3000 متر حواجز 3000 متر الطيحه كيفاش وقعت الطيحه
دونك فاش الميتينغ ديال باريس كانت اول مره غادي نلعب من بعد لا ميداي دور. دونك فاش دخلت نلعب كاينه ديك الثقه الزائده كي غنقولوا يعني صافي انا لو شامبيون اولمبي انا وي دونك فاش دخلت لقيت داخل ديك صافي انا هو انا هو الواحد صافي شوف انا راك ما كان عندي ما يدارش نجري معاكم شويه داك الثقه الزايده اللي صراحه ما خدامهاش ولكن ماشي انا اللي انا اللي كنت بغيت نثق داك الشيء جال راسو يعني عادي سي بيان انت شامبيون اولمبيك يعني صافي راه غادي تحس بداك الشيء عادي سيرتو فاش دخلت للستاد عاوتاني بيبليك ما هو كانت تما بزاف عاوتاني كلشي كيعيط بقى لي دونك بقى بالي شويه مع ويتك ربع بقى بالي مع ديك الناس اللي كانوا كيعيطوا لي نسيت لاكورس يعني فاش كنت في لاكورس حنا عندنا دي زوبستاكل يعني راك عارف فاش قربت لي زوبستاك تفاجأت بلي كاين لوبستاك قدامي ما عرفتش ما يدير ديك الساعه صافي اللي عطى الله عطاه لوبستاك في تقريبا 93 ديال العلو تقريبا مترو ديال العلو وتحت في ديال الماء نو تحت في الاخر هادي عادي اول واحد اول لوبستاك في السباق تحت فيه نيشان من الاول مازال ما كملتش الدورة هادي واخا تكون ما كتآمنش بالتقواس غتقول هادشي حتى هو سفيان بقى ولكن هنا هو تعرف ما قالكش تقواس قالك راه ما ركزش لا دابا اللي وقع لك انت هو دخلتي دابا هو دخل التيران سمع سميتو بزاف ركز مع الجمهور اللي كان حاضر المغاربه كانوا حاضرين بزاف خصوصا بعد ما ميداي اولمبيك لا ميداي دور في جوز اولمبيك يعني الناس جاو يشوفوك انت جايين يشوفوك انتيا ما ركزتيش على على السباق سي سي وعفطوا عليك ما كيحنوش لا حيت صعيب حيت فاش طحت كنت انا في القدام ديال السباق يعني مازالين كانوا لي زاتليت مورايا دونك حنايا عندنا لي بوينت ديالنا كنجريو فيهم عندنا فيهم داك المسامر كما قلت لك دونك كانت كانوا يعني مورايا بليست كانوا 10 ديال لي زاتليت باقيين من مورايا حنا كنا دزنا 5 دونك انا فاش طحت كلهم زطموا عليا دونك هذيك الشيء شوقع لي في سيكاتريس وي عندك سيكاتريس في يدي وي كنت درت هنايا شي 13 غرزه بالضبط على يدي حيت كانت وكنت قصعت في الرجل ديالي بزاف و حتى ظهرك حتى هو وي حتى ظهري ايوا عنقي ديك الساعه كلشي بخلاو فيا غير اللي نساو انت عشتي المعنى الحقيقي ديال شتفوا عليا دابا لا كومبيتيسيون وجرا والالعاب القوى كان انا كنحس انت دابا تقول لنا كنحس بانه هو ما بين لي زاتليت ماشي شي امبيونس زعما كاين واحد لومبيونس ديال الكومبيتيسيون كبيره بزاف وي دونك لومبيونس فاش كتكون كتكون بحال جاري ولا صافي سي بون فاش سيرتو فاش كتمشي للكومبيتيسيون صافي ما كلشي كيقيق في كاري فراسو يعني ما كنهضرو مع حتى شي واخا كيكون صاحبك يعني في الحياه العاديه واخا ماشي نفس البلاد واخا ماشي داكشي دونك فاش كتجي للكومبيتيسيون صافي كتفكر غير في الربح سيرتو ولا كنتي ديما كتربح راه ما كت كتفكر خصك تخسر خصك ديما تربح وصافي هادشي اللي كاين داكشي هادو ما عقلوش تحتي ما عقلوش لا صافي يعني ما كاين حتى شي واحد اللي وقف باش نو صعيب ما حتى لا ما يمكنش حيت الا وقف الا وقف غيمشيو عليه عاوتاني الاخرين الا وقف مشيو عليه غادي نعاود لكم غادي نعاودوا القصه ديال سفيان البقالي والحياه ديالك وفي لا ديكلاراسيون اللي قلتي من بعد الميداليه الذهبيه اللي قلتي فيها لانه خدمتي بزاف انت راك اصلك من فاس مزيود 96 شهر 7 حي المرجه وي السلام عليكم زي حي المرجه كنصفق على زي حي المرجه عليكم انت سقطتي عامين في التاسع وي وقررتي انك تحبس القرايه على قبل الرياضه انت كنتي باغي الرياضه من الصغر كنت باغي الرياضه سي ملي كنتي صغير ملي كنت صغير يعني 9 سنين 10 سنين باغي الرياضه نو حتى فاش كنت في المدرسه يعني فاش كنت نقرا انفا وصلت اعدادي يعني في ابتدائي ما كانش فيها الرياضه يعني ما طلعنا اعدادي كانت ديك الساعه الرياضه دونك صافي كنت انا اصلا من الصغر ديالي عزيز عليا الرياضه الجرا الجرا والكره في الاول واخا ما كنتش كتقرا مزيان كسول حيت علاش في القسم كنت كتفكر في الرياضه سي ما شوف هو صعيب انك سيرتو في ذاك الوقت ديالي انا جاتني صعيبه كومباري بيناتهم ما بين القرايه وما بين السبور يعني جاتني صعيبه بزاف كان الوقت ديالي كامل تقريبا للرياضه كنت مثلا كنقرا مثلا داخل 8 ل 10 في الصباح كنمشي ديريكتومون لونطريمون دونك داخل 20 مع الجوج كنمشي عيان للقسم كنمشي كنعس في القسم ولا شي حاجه يعني ما مركزش صافي كان صعيب بزاف انت تعرفتي على بقوة على طريق استاذ الرياضه ديالك وي اللي كان في الكوليج وي سميتو كان ابن نبيل الحراري نسلموا عليه وي
باقي تلقى معاه باقي على اتصال معاه باقي اتصال مي هو دونك كان في الكوليج يعني كنا عادي معاه مي ما كانش هو كيعرف بلي غادي ندير الاتليتيزم يعني كان الرياضه وصافي يعني هو براسو كان كيشوف بلي كاين الموهبه ولكن ديالاش الله اعلم حتى هادشي اللي كاين حتى جا كريم حتى جا كريم غادي نقدموا لك غنهضروا لكم على كريم ونقدموا لكم كريم في الليسي وفي الكوليج انا متفقين الاساتذه اللي كانوا عزاز علينا هما الاساتذه الرياضه ديال الرياضه حيت علاش حيت تقدر تجي شوف عاد تمجي يدير هذيك كيقول لك صافي سير انت عندك ولا في ملعب اليوم في ملعب ومهم جدا انه الواحد يشارك في الرياضه ويشارك في الفروق اللي كاينين في المدارس الاعداديه في الكوليج لايسيس لايسيس الاربع في الاربع العشيه سي سي تري بون جا الاستاذ ديالك هو اللي وقف معك في الاول اللي شجعك الكلمات الاولى كانوا جاوا باش يشوفوا شكون هما الدراري اللي في الحي اللي ساكن فيه نتايا في المدرسه اللي كتقرا فيها شكون هما الدراري اللي عندهم موهبه وي كانوا غادي كان غادي دار اول مره كلوب ديال الاتليتيزم في الحي ديالي اللي هو حي المرجى بالضبط دونك باش غادي يكونوا الكلوب دونك خصهم لي زاتليت خصهم الدراري يعني باش يكونوا صغار يكبروا معاهم يعني فهمتي باش يوصلوهم باش يشاركوا بهم في بطوله وطنيه او بطولات خارج ارض الوطن دونك فطلوهم باش يكونوا ويكون تنقيب على المواهب انهم يلتجؤوا للمدارس ويكون يهضروا مع الاساتذه ديال الرياضه باش يعطيوهم ديك الدراري اللي متميزين في الرياضه عامه في المدرسه ويجربوهم داكشي اللي كان انا خداوني من المدرسه مشينا كانت التجربه الاولى وربحت دونك فاش ربحت مازال عاقل عطاوني قرعه ديال الاكواريوس تيشورت بيضاء مشيت فرحان بها قرعه ديال الاكواريوس ماكسي ولا لا سي قرعه ديال الاكواريوس نورمال مخت كشرب هذيك الساعه ديتها معايا الدار خليتها كنوري الوليده زعما فرحان بها سي فريم اول مره غنشوف قرعه ديال الاكواريوس ديك الساعه سي 2009 دونك بحكم الحي الشعبي يعني راه ما كترشني قرعه ديال الاكواريوس دونك هذيك الشيء اللي مديري الذهبيه ديالك الساعه اكواريوس للجميع الدراري باش دابا دخلك بالله العود ديال الاكواريوس نوقع فيها كلشي داق ياك سي لا لا فاش اللي شربتها بوحدي هذيك الاكواريوس كانت خرجت لي ما لوكش كيفاش كيدوق شوف هذا الماء هذا ما فيه الحامض كيفاش داير المذاق ديالو شنو تعزلتي انت الاول صافي وي تعزلتي انا الاول وصافي بقينا في الكلوب يعني الكلوب عطاونا ديك الساعه كان ديك الساعه كريم هذا لونترينور وكانوا معاه هو اللي كان جانيس سي كان هو وكان كريم تمساني اونترينور واحد اخر نذكر الاسم ديالو كان مولاي دريس الصوصي وكان البطل الكبير كذلك رشيد البصير اللي هو هو بطل اولمبي هادو كانوا في الاول وفاش بقينا في الكلوب معاهم يعني بقيت معاهم مده 3 سنوات على ما كونوا الكلوب وخداو اللي باقي الكوتش ديك دابا كريم تمساني اللي باقي دابا الكوتش هو اللي كان جا الكوليج وكان مع جوج ناس كان جا معاهم باش يقلبوا على المواهب بقيت معاهم من داك الوقت يعني دابا 12 عام تبارك الله اخويا حنا مجموعين كان 13 عام ديك الساعه باش جاوا وي كانت عندي 13 عام طوب اخويا وباقي معاه والقصه ديالك اللي عندك مع كريم غادي نتكلموا عليها من بعد في الشو قصه زوينه لان واحد الحاجه عجبتني بزاف نقول لكم من بعد اللي العلاقه بينك وبينه علاقه تري 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 سبيسيال انت والديك ما كانوش باغيين لك تحبس القرايه كان صعيب شويه انك باش نقنعهم باش انني نخرج من المدرسه كان صعيب نهار قالوا بالنسبه لهم ماما لعب القوى والجرا ما كيامنوش ما كيعرفوش شنو المصير ابخي ملي غادي تخرج من المدرسه يعني شنو غادي دير شنو هي الرياضه مازال ما كيعرفوش حيت حبستي مدرسه انت سي حبستيها وي وما يقدروش يجريو عليها هو اللي حبس ماشي بغاو يجريو ما يشدوها ماشي اللي كاين واو صافي حيت شفت راسي كنت مقتنع بلي ما كنقراش مزيان يعني دونك ما خصنيش نبقى نضيع الوقت ومشيت وباش ناخذ هذه ليدي هذه باش نقتنع بها اكثر هو انني جلست مع كريم وكنت صغير قلت ليه بلي زعما شنو واش نقدر زعما في هاد الرياضة نقدر زعما نكون بطل في المستقبل واش نقدر نوصل قال لي شوف قال لي دابا انت ما كتقراش مزيان هذا هو اللي مهم وعرفتي راسك انت ما كتقراش مزيان انت ما باغيش دونك فكر دير شي حاجه دونك حتى لما درتي شي جرا نقدروا نشوفوا حاجه واحده اخرى دونك في الاخير بداو كيقنعوني باش نكون درت كوين ولا شي حاجه دونك ديك الساعه صافي لقيت راسي مزيان فامنت بالرياضه وعطيتها اكثر من اللي تستحق وقيله باش انني نزيد باش نوصل لك داكشي اللي بغيت نوصل ليه وفي هاد الوقيته هادي ديك الساعه انت ماشي مع الجامعه نو مازال ما دخلتش مع ليكيب ناسيونال هادي 2013 من 2009 حتى 2013 ما كنتش مع ليكيب ناسيونال كنت مازال صغير مع من ديك الساعه مع الكلوب وي الكلوب حتى هو الكلوب كانوا واقفين معايا يعني اي حاجه كنت كنبغيها كانوا كيوفروها لي
شاركتي في مسابقات وطنية؟ وي كنت كنلعب كاع لي شامبيونا د ماروك كاع المسابقات الجهوية والمحلية دوزت فيهم في المغرب كاع لي كاتيغوري صغار في المغرب دوزتهم كاملين. مزيان. من بعد أول مسابقة عالمية شاركتي فيها هي بطولة العالم في أمريكان في 2014. وي جيتي أنت الرابع؟ وي جينيور شامبيونا دي موند جينيور. جينيور مشيت درت كاتخيام بلاص. هذيك الساعة مازال مع الكلوب؟ مازال مع الكلوب ولكن غير درت كاتخيام بلاص ديريكتومون ليكيب ناسيونال. درتي ليكيب ناسيونال دونك صافي ديك الساعة أول مرة كيعرفو تا هما بقى لي شكون و السفر هذيك داز؟ أول خرجة أرض على خارج أرض الوطن هي هذيك. حيت الوراء دابا أنت حبستي كل شيء وميزيتي على حاجة واحدة ميزيتي على الرياضة. على الرياضة. ودابا الرياضة هاد السفرة الأولى للميريكان بالرياضة قدرتي أنه تسافر للميريكان. عمرك تلقى أنت عمرك ما خممتي أنك تسافر للميريكان. سافرتي للميريكان والرياضة اللي دازت الإحساس يكون واعر غتكون عشتي تجربة أحسن. وسيغتو فاش مشيت أنايا مشيت ديك الوقيتة كان الكرونو ديالي اللي كندير كان مصنف مع الخمسة الأوائل في العالم يعني كان مطلوب مني أنني ندير مع الثلاثة الأوائل. لكن في الاخير كانوا دي زاتليت لي قوى مني ودرت كاتخيام بلاص. فاش مشيتي وفاش وصلتي كيفاش شفتي كيفاش بدات الدنيا تماك في امريكان؟ كنا في يوجين في اوريغون ولايه اوريغون. واو زوينه صراحه امريكان. مشيت لا مع كان ديك الساعه في عمري 18 عام يعني مشيت وكما قلت لك العام الاول ديالي اللي غنخرج فيه من المدرسه العام هو هذاك نيت اللي صافي جريت مزيان غير خرجت من المدرسه جريت مزيان ديريكت هما جريت مزيان مشيت لامريكا ما تسنيتش بزاف ما كاينش اللي يجري عليك حاجه واخا انت الهدف ديالك من هذه الوقيته هذه هو انه تشارك في لي جوز اولمبيك هذاك الحلم هذا كيبقى الحلم ديال كل رياضي هو لي جوز اولمبيك وين الهدف ديالي هو المينيم هذيك الساعه حيت كانوا بحال دابا في 3 متر سيبل كانوا في المغرب دي زاتليت مغاربه احسن مني يعني ونورمالمون كيمشيو ثلاثه لي جوز اولمبيك ما كيمشيوش اربعه دونك انا باش خصني نمشي خصني نكون مع ديك الثلاثه ما خصنيش نكون رابع دونك 2015 حاولت انني ندير المينيم باش نقدر نمشي معاهم الشامبيونا دي موند كانت ديال الكبار وانا واخا مازال صغير كنت درت غير الكرونو غادي يدوني معاهم مي ما استطعتش درت كنت كاتخيام فيهم ما داونيش مي ابري ديريكتومون العام اللي موراه في 2016 كنت انا الاول في ديك الدراري كاملين يعني درت المينيم ديالي وهي اللي خلاتني باش نمشي الريو. الريو 2016 اللي جيتي فيها انت هو الرابع. انا الرابع اللي قدر على قبيله كنت انت ما كنتش معول لا كاع. اول ميداليه عالميه خديتها هي الفضيه في لندن في بطوله أيه. العالم هذيك الساعه ديتي هذيك الساعه صافي عداء عالمي صافي هذيك الساعه صافي دخلتي عداء عالمي صافي توب والديك اش قال لك في هذا اين وقيتها والديك صافي قال لك اسمح لينا ما تقناش فيك في الاول الله يرضي عليك ولدي الله يكملك بالخير لا هما شوف هما فاش والام كتقول بوك كتقول لها شتي حتى لما كنتي تبغي تخليه يمشي يجري ها هو غادي مزيان هو في ريو بالضبط صافي كنقول لك بداو كيامنوا بهذه الرياضه يعني عرفوا باللي ديك الطريق اللي اختاريت يعني زوينه ماشي شي طريق اللي خايبه دونك فاش شافوا كاتخيام بلاص و سيغتو في لي جوز اولمبيك عرفوا باللي تا هما كاين الموهبه يعني الحمد لله من انا مازال صغير ديك الساعه 20 عام كانوا كيقولوا باللي صافي هذا في المستقبل مازال ان شاء الله يقول الكلمه ديالو هي هذيك عام من مور لي جوز اولمبيك ديال ريو كانت الميداليه الفضيه ديال البطوله العالم. توب اخويا دابا انت والديك حطيتهم امام الواقع ما راه هادشي اللي كاين ما خبينا والو هادشي اللي كاين اصلا ما كاين ما يتخبى في الرياضه سيغتو في الرياضه ما كاين ما يتخبى هادشي اللي كاين 2018 درتي رقم قياسي ديال 7 دقائق و 58 ثانيه في الدوري الماسي انا شفت هذا واو واو لا لا كورس كي دايره خصوصا في الاخر كان قدامك ميريكاني هو اللي كان قبل منك شايفين انتوما ما شفتوهاش لا كان قبل منه ميريكاني انت تابعو من اللور ولا حديت مع وجهك مزيان ومع التعبير ديال وجهك الملامح ديالك كيفاش كانوا كنتي غادي كتجري موراه هو اللي كان قبل منك هو كان ثقه في النفس امريكاني ثقه في النفس هو شوف غادي انا هو الاول ما جاش فهمتي انت ما هاني فهمتي هاني شوف غادي مسرك السيد انا ندير غنداد واحد الوقيته وجهك تبدل هو غادي كيجري وانت بحال دفعك شي ريح حيت الريتم ديالك ما تبدلش الجرة ديالك ما تبدلش بحال شي واحد جا دفعو وفتيه وحطمتي رقم قياسي 7 دقائق و 58 ثانية 3000 متر خاش عليكم شنو معناتها معناتها هذا السيد هذا باش يضرب 3 كيلومتر خاصو 7 دقائق و 58 ثانية الى خاص الكناس فاس في ساعتين ونص ضربتي الاحسن انت هي هذيك شويه صعيبه لا هي هذيك الا بقى غادي اي عرفت ولكن كان عرفت دابا كتكمل لاكورس انت كتكون كاو
سيرتو في لي جوز اولمبيك الكيلومتر التالي اللي كان في لي جوز اولمبيك باش ديت لا ميداي دور كان اسرع كيلومتر في التاريخ ديال المسافه يعني كان 2 دقائق 32 ثانيه في الكيلومتر التالي اسرع توقيت في التاريخ عمرو كان وفاش وصلت نورمالمون خصني نفرح وخصني انا ما قديتش راه طحت غير وصلت لاغيفي طحت ما قديتش معلومه حتى جا الاتليت المغربي الاخر محمد تندوف اللي كان معايا في الفينال هو اللي فيقني وقال لي يلاه نفرحوا جميع ديك الساعه مزيان ما قديتش وصلت كاو دابا هاد اللقطه ديال 2018 فاش شفتي الميريكانين شنو وقع في راسك هذيك الساعه فاش شفتي انت بان خط الوصول لين داغيفي قربات باقي لك ما بقى والو هو الاولاني شنو وقع في راسك شنو اللي قلتي في راسك باش كاين شي حاجه بسيكولوجيك وقعات باش ديك الدفعه وي دونك ديك الميتينغ كان قبل منه ميتينغ بسيمانه في الرباط yeah. كان ميتينغ محمد السادس ديال الدوري ماسي uh-huh. وجاو هما ولعبت معاهم هنا وخسرت درت 3 ما ربحتش دونك وكان هو الميتينغ الاول ديالي العام يعني كتكون صعيب شويه مازال ما شديتيش الريجم هما نفس لي زادفيرسير من بعد بسيمانه مشينا لموناكو كنت مغزف كنقول لك باغي غير لعب مزيان هما كانوا واجدين و في لا بريس كانوا ذكروا بلي انهم باغيين يديروا ان تري بي الكورس باش يهبطوا على موان دو مينيت دي 8 مينيت كانوا باغيين يهبطوا قبل 8 دقائق مي انا ما كنتش ما دخلونيش معهم في لا بريس يعني انا بحال ما نقدرش دونك كانوا كيقولوا سفيان بلي ما واجدتش حيت حكموا عليا بالريزلت ديال الرباط مي انا كنت مكونسونطري كنت كنقول كيما بغاو يمشيو اليوم غادي نكون معاهم ماشي مهم نربح ولا نخسر يعني غير الكرونو خصني انا نكون معاهم في ديك الكرونو اللي بغاو يديروا دونك فاش كانوا لي ليفغ في لا كورس كانت لا كورس مجيريه مزيان لي ليفغ شحال مساله ديال ليفغ هما الارانب هما الاولين هما اللي كيمشيو وعندهم مثلا ما كيكملوش السباق كتكون عندهم مثلا مطلوب منهم خمسه ديال الدورات باش يطلعوا ريتم كيطلعوا ريتم وي كيمشيو بالريتم اللي مطلوب منهم هما كيطلبوه منهم كيمشيو بهم حنا خصنا نتبعوهم هذوك ما داخلين في لا كومبيتيسيون نو ما داخلينش ما كيكملوش اصلا السباق ساكن هادو هما كيجيو الارانب شنو خدمتك ارنب شنو دير في الحيان ولكن ارنب ديال لي جوز اولمبيك الله يخليك ديما كيكونوا الارانب كيما كاين نو في لي شامبيون ما تيكونوش دونك غير لي ميتينغ هما اللي تيكونوا لي ميتينغ ما تيكونوش شفنا ما كيكونوا نو ما كانوش حتى دابا لي جوز اولمبيك ما كانوش مسكين هادشي بجري معاهم بالاخر كيقول لها تبارك عليك تخرج من هنا انت غير ارنب هما كيشجعوا هاد الناس هما اللي يقدروا يعاونوك باش دير ديك الكرونو إيه لما كانوا شو ما تقدرش تدير ديك الكون حيت كاين فرق ما بين انك تجري وقدام شي واحد وكتجري وما قدامك حتى شي حاجه وي صعيبه شويه هذا الشيء اللي وقع اكزاكتومون في ديك الميتينغ دونك فاش حيدوا لي ليفغ بقى هذاك الامريكاني هو بوحدو اللي غادي دونك انا كنت من موراه الا لاحظتي يعني ما كنديرش لي فوغ يعني غادي اليز عادي وكنت كنتسنى حيت عرفت راسي غادي نربحو حيت نورمالمون هو كتقول في راسك ديك الساعه نورمال كنتقول في راسي حتى انا سبك 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 نو كنت عارف راسي بلي غادي نهبط على 8 دقائق حيت حسيت بالريتم كان طالع بزاف دونك فاش بقات الدوره حسيت به هو بلي بدا كيعيا شويه دونك باش ما نراطيش انا ديك الكرونو اللي خصني نهبط على 8 دقائق فقلت نمشي هي فاش شفتي كيما قلتي الملامح تبدلوا حيت هو اصلا كان غادي افون يعني زدت انايا مع عند الله الحمد لله ديك القوه هذيك مشيت وربحت في الاخير كانت 7 دقائق 58 اول مره غنهبط على ديك التوقيت اللي ما اللي صعيب بزاف معلوم اخويا معلوم صعيب اخويا برافو الله برافو هذيك كانت 3000 متر موانع تاعي موانع والموانع فيها جوج انواع كاين لوبستاكل عادي وكاين لوبستاكل ديال الماء ديال الواحد خديتي ميداليه برونزيه في بطوله العالم ديال قطر في 2019 اهم حدث بالنسبه لك انت هو الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو اللي كانوا غادي يديروا في 2020 مع الكوفيد داروا في 2021 خديتي ميداليه الذهبيه خويا وهادي راه كيف قلنا في الاولى ديال الاولى ان شاء الله هادي غير ميداليه الذهبيه ديال الانطلاقه قبل ما تمشي لطوكيو شكون الناس يهضر معاك شكون الناس اللي اتصلوا بك شكون الناس اللي شجعوك اللي عاونوك اللي قالوا لك هضره اللي شجعتك كاين منهم كاين هشام قروش وي هشام قبل لي جوز اولمبيك بقى ليا واقيلا 5 جوغ ولا 6 جوغ باش نطير نمشي لطوكيو دونك كنا هضرنا انا وياه في التليفون هشام تعامل مع الامر عادي حيت هو كيعرف شكون هو سفيان البقالي بحكم النتائج اللي كنت حققت انت باقي معاه مراقين وي مراقين ديما وي ديما هشام كيبقى اسطوره العاب القوى ماشي غير المغربيه راه العالميه كنسلموا عليه بزاف دونك كنشهدوا ليه واحد المونطال مجد هو هشام قروش واحد المونطال كتعرفوا عاونكم قسوا معاه تلاقيتوا معاه لا هشام قروش عنده واحد المونطال مجهد بزاف شو نيشان هادي غدير بحكدا هادي غنوصل ليها هادي غنصوبها هادي غنقادها هذاك الشيء باش راسو قاصح هذاك الشيء باش كتكون شامبيون خصك تكون راسك قاصح ما يمكنش تكون
دونك كان قال لي خصك تتعامل مع لي جوج اولمبيك كوم ميتينغ يعني راه ما كاين ما تخاف من حتى شي حاجه راه عادي راه انت الفافوري انت اللي غتربح يعني دونك حيت هو كان متبع الريزلت ديالي كاملين عارف شنو كندير دونك هو كذلك كان مسيو بريزيدون لا فيدراسيون سي عبد السلام احيزون يعني قبل لي جوج اولمبيك كان مواكبني بكل شيء يعني كيتصل بك كيهضر معاك ما كنا كنتلاقاو كان باغي يمشي معنا لي جوج اولمبيك ولكن لاسباب صحيه ما قدرش يمشي كان اعتذر لي اللي ما نقدرش نمشي وما كرهش نكون معاك حيت هو فريمون كان تايق وعارف بلي لا ميداي دو هي اللي غادي نجيبها كان باغي يعيش معنا ديك لا ميداي دو مي ما كتبش ليه حتى هو كان ديما معنا وزياده على ذلك في البوديوم ديال طوكيو فبقات واحد الحاجه اللي زوينه اللي عطاني لا ميداي فهو ماشي شي واحد اللي اجنبي فعطاتها لينا هو المتوكل المغربي دونك حاجه زوينه فريمون كان انا جا فيا البكيه وهي كنشوف فيها فيها جاي البكيه يعني عطيها لك من القلب فريمون هذاك النهار هذاك عمري نسى هذه التسجيل دابا ديك البكيه ديال الاخر فاش كتربح البدايه الذهبي وكتوصل انت الاول البكيه ديالاش ديال الخدمه اللي خدمتي قبل ديال الفرحه ديال العذاب اللي تعذبتي باش توجد لهذيك الميداليه والله ما كتعرف شوف فاش كتوصل ما كتعرف واش تبكي واش تفرح واش ولكن شوف كيتخلطوا عليك سيرتو انا فاش وصلت والله ركعت اول حاجه لله سبحانه وتعالى لان صراحه هذاك الشيء راه ماشي سهل وفاش نط اول واحد كنقلب عليه هو لونطرينور يعني حيت هو ما كانش مع ديليغاسيون ماروكان حيت هو ما كيقدرش يتفرج مع الناس هو صعيب وكيقدر يتحكم في ستريس ديالو ولكن في هذوك لي كون شامبيون كيبغي يجلس بوحدو ويتفرج بوحدو دونك كان جالس بعيد في لوطخ كوتي ماشي حدا الفينيش يعني باش نمشي عنده خصني نزيد دوره واحده اخرى زاد عليا دوره واحده اخرى من بعد تختيخه نزيد دوره واحده اخرى العلاقه ديك مع المدرب كبيره بزاف انا واحد الحاجه اللي غادي نحييك عليها ونقول لك برافو عليك واول مره غادي نشوفها انايا في المغرب هي انه اي حاجه درتيها من بعد لا ميداي دور حيت من بعد لا ميداي دور تبدلات حياتك يعني درتي اشارات دي سبونسور وفي كل بلاصه لاحظتوا في كل بلاصه معاك كريم كريم في كل في لي زافيش شتو لي زافيش شنو عطوني زيك تقول شكون هذا شكون هذا السيد وجاتني غريبه انه ما جاش معك اليوم حيت الاسباب الصحيه ما كاينش معنا هو دابا هنا في الرباط هذاك الشيء علاش ما قدرش يكون معنا الله يشافيه امين العلاقه ديك علاقه كبيره لانه هو اللي تاق فيك نهار الاول هو من الناس اللي خاصكم تعرفوه مهم جدا وانه هذه الرياضه هذه خاصها الامكانيات وي وهذا السيد هذا عاونك بالامكانيات من جيبه من جيبه وي من عنده هو وي يعني شرا السبرد شنو شرا الاكسبرديلا الماتريال هادشي كامل كان حيت من قبل كانت صعوبات ماديه بزاف قبل ما نكون في ليكيب ناسيونال يعني كانت الامور صعيبه يعني كتاخذ لي بريم من الكلوب ما كتاخذهمش من لا فيديراسيون لي بريم شحال تقريبا دونك كانوا لي بوان ديك الساعه لي بوان كنا كنلعبوا لي ميتينغ ديال المغرب يعني شحال ما جبتي بوان كتخلص عليها كانت كتجيك 2000 درهم 3000 درهم فاش في كل سباق والسباق كاين سباق مره سوا تربح سوا تخسر الا خسرتي راك ما غادي والسباق مره السباق مره ماشي ديما كل شهرين كرة الشهور كل مثلا مره في شهر وكان اللي كان زوين هو الكلوب اللي هو ما نساش خيره لان الكلوب رغم هادشي ديال لي بوين كان واحد سبونسور اللي ماشي ديالي كان ديال الكلوب وكان الكلوب يعني شرح لهم لا سيتياسيون ديالي كيفاش هاد الدري هذا غادي نوجدوه ان شاء الله غادي يكون غادي وديك لو سبونسور كان ايترونجي ماشي ماروكان دونك كان كيعطي للكلوب والكلوب عمرو بخل عليا بشي حاجه شكون هما كان سميتو ليتل دريم ليتل دريم وي دونك هادو كانوا كيعاونوا كاع الدراري اللي كانوا معايا في ديك الكلوب ديك الساعه دي ماركه ديال الماطلات هادي نو ليتل دريم حب صغير ديال الماطله والمخده نو ديالاش الماركه ديالاش شوف هما سيتيم ديال بلجيكا وكان الكلوب ديالنا كان فيه البريزيدون اصلا عايش في بلجيكا وفي لي زيتازيني دونك هو اللي كان جابهم تما هما كانوا الكلوب غير من بعيد كانوا كيقول لهم خصني شي حاجه كانوا كيعطيوها من بعيد يعني ما كانوش كيقربوا كاع وامنوا جا هما بديك الكلوب والحمد لله وامنوا بك نتايا ديك الساعه انا مازال ما معروفش دونك هما فوقاش غيامنوا بيا بالضبط هي في 2016 دونك فاش شافوا كاتريام في لي جوز اولمبيك زادوا تاقوا كثر ونساوني انا ديك الساعه ولاو كيشوفوا وليدات صغار واحد اخرين عايشين طالعين باش يبداو معاهم ازيرو عاوتاني وديك الساعه تعاونوا معاك ماديا عطوك كانوا لي ستاج ديالي مثلا كنبغي نمشي لإفران خصني نمشي نكري خصني نمشي ندير بزاف د الحوايج كانوا كيخلصوا لي كاع لي ستاج ديالي الحوايج كانوا هما كيعطوني باش ناخذ حوايج لي زونطريمون دونك هادشي كامل هو اللي صعيب الميداليه الذهبيه
دونك نهضروا على الفلوس الماديات. الميداليه الذهبيه اللي خديتي نتايا في طوكيو كانت اول ميداليه ذهبيه ديال بصح لانه ميداليه ذهبيه ما كانش ذهبيه وهذه ديال الدوري كان جالوق المهم هاد الدوره هادي كان شلب دم هنا هاد الخطره هادي في طوكيو كانوا قرروا انهم تكون فيها واحد لا ماتير ديال الذهب فغي الذهب لان من قبل ما في الدورات السابقه عمر كانت فيها ذهب وكانت ثقيله وكانوا كان الصنع ديالها من واحد لابارتي كاينه جو بونس في سمارتفون كاينه ديال الذهب دونك اجمعوا داك الشيء كامل وصوبوه الشخص اللي جامد واعري حتى حاجه ما ضحك حتى شي انتون صوبنا التليفونات في الدب اون تمنا الدب تندمات ندمعوا ندوبوا تصوبوا بهم انت الدامبيان نديروا بهم حنا الذهب بون تا بين بروبليم دونك نون تصوب لغد ليه قال هذاك هذيك اللي قال قال اليوم لغد ليه تصوب كل شيء دابا كيفاش السيستم ديال انا بخبركم هذا الموضوع انت غتعتقني اليوم سفيان البقالي غتعتقني بجد سفيان البقالي لانه بشحال كنقول دابا كيفاش الميداليه الذهبيه واش انت ربحتي الميداليه الذهبيه واش عندك اون بريم كتخلص شي حاجه على الميداليه الذهبيه وي انت مباشره ولا الجامعه نو ماشي الجامعه دونك هنا غادي نقدروا نفرقوا ما بين ما بين بطوله العالم ولي جوز اولمبيك حتى في لي بريم دونك لي بريم ديال الشامبيون دي موند الجامعه هي اللي كتخلصك دونك ديال الشامبيون دي موند ديال الشامبيون دي موند لي جوز اولمبيك سي اللجنه الوطنيه الاولمبيه واخا دونك سي الوزاره ديريكتومون دونك حيت اللجنه الوطنيه الاولمبيه هي اللي يعني كتلعب تحت شعار ديال اللجنه الوطنيه الاولمبيه ماشي تحت شعار ديال الجامعه وفاش كتكون زي في الجامعه واش دابا انت غادي نهضروا على لونترينمون واحد انت كتريني عندك لي كون كتريني هو اي شو كيجري مزيان ما كيجري يجري 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 يكون راه يجري 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 من غير توجد فيزيك ديال لي موسكل ميسكولاسيون كتكون انت السالاري ديال الجامعه وي كتكون سالاري ديال الجامعه السالاري ديال الجامعه عندك سالاري واخا الميدالية الذهبية شحال هادو لي شامبيون دي موند ولا لي جوز اولمبيك لا لي جوز بحال الميدالية الذهبية انت شحال خديتي لي جوز اولمبيك كاين 200 مليون 200 مليون 200 مليون توب تستاهل 200 مليار اخويا الله يحفظك 200 الف مليار ما حق لهم كيجريو بحال هكا الشرابي والبوت كتبغي تقول لي بركة عليك اصاحبي صافي بركة راك عييتي صافي لا بركة هو غادي عيني خارجي يقدر يقتل هذاك اللي عدا الله يكمل بالخير حبيبي الله يكمل امين تستاهل كل خير تستاهل كل خير المدرب ديالك كريم تو كنسمع عليه بزاف لان مجهود كبير اخويا اول حاجه درتي بهاد الفلوس دي بدايه ذهبيه شي حاجه كنجمعهم شي حاجه للوالدين شي حاجه شوف شكون دخل دار قال لهم شكون اللي ما كانش بغاني ندري شكون اللي كان باغي نقرا خصني نهضر معاه جيبوا لي فينا شكون اللي كان باغي نقرا شكون اللي كان بس اتونسيون هاد القضيه غادي واحد الضحى انا وسفيان القرايه انت هذاك باركور سبيسيال بالنسبه لك انت عارف مهمية ولكن ندمت أبخي يعني بعد شي مرات كتكون جالس كتقول خصني ودابا كنفكر نقدر نقرا دابا يعني ماشي معلوم أخويا وي معلوم يعني ماشي صافي نهاية العالم صافي حبستي مشيتي أنك وصلتي لهذ المرحلة هذه في الرياضة صافي تقول نحبس لا مزيان لأنه أنت كتحتاج اللغة وي دابا كدر لونجلي شوية شوية لونجلي ماشي فرونسي شوية فرونسي شوية مزيان خاصك تعلم اللغات مهم جدا باش تلقى مع اللعابة تماك وتلقى مع الأتليت مهم مهم جدا طوكيو كي داز طوكيو طوكيو مع مقارنة مع غيو حسن واخا كانت هذه فيها في هذا التتويج غيو كان حسن غيو كان البيبليك برازيل غيو دي جانيرو سي حاجة اللي مبدلة طوكيو شنو نقول لك كان الكوفيد وي كان الكوفيد كان صعيب بزاف انك انا اكثر حاجه كانت مبسطاني في لي جوز اولمبيك ماشي البريباراسيون ماشي لي زادفيرسير ماشي غنخسر ولا نربح هو الكوفيد لان كنا كنديروا لي تيست شاك جور تما يعني كنتي تقدر غفلتي راه مشيتي راه ولا لقاوك بوزيتيف راه ما غاديش تلعب دونك كنت حاضي هنا في المغرب ومشيت تما بقيت حاضي اكثر دوزي كوفيد نتايا دوزو وي جاك صعيب دوزو في نوفمبر 2020 صعيب وي صعيب مازال كنعاني منو لدابا حيت مشى لك الشم وي مازال دابا ما كنشمش سفيان بقى لي مشى ليه الشم ما رجعش ليه كاع كنشم شي حوايج اليوم زوينين كنشمو مشي ريحه اللي ماشي هي هادي تبدل ليا كلشي الكوفيد قلب لك البرونس مود نيفك دابا ريحه زوينه تشم انت خايبه سي بحال دابا حنا في مومو شو كنبخرو ستوديو كنديرو العود ما شميتيش هاد العود هو والله ما شميتش ياك ما شميتيش ريحه خايبه لا ما شميت دابا حتى ما شميتش والو الحمد لله دابا ريحه زوينه تشم انت ريحه خايبه وي
وتماك في طوكيو ماشي غير انا بزاف ديال الناس اللي وقعت لهم هاد القضيه. كاين اللي كاين الشم رجع شي هو هذاك, كاين اللي حتى الذوق الذوق رجع شي مرجع شي هو هذاك. في طوكيو كانوا طوكيو جابون كما كاينش الضحك ديسيبلين. كنتو نتوما جالسين سميت البلاصه كنتو جالسين فيها كان فيلاج اولمبيك, فيلاج اولمبيك القرية الأولمبية, وكنتو كتلعبوا كيجيو كيزوكو من القرية الأولمبية كتمشيو ترينيو ستاد ترجعوا عاوتاني. وي الا حصلوا شي واحد خارج من لو فيلاج وماشي في التيران اش كيوقع ليه؟ ديريكتوم مون لايروبور نيشان باش يمشي بحالو ما تخرجش انت الا بغيتي تخرج ياك والو لا حيتاش الكوفيد حيتاش كي غادي تخرج هما الفيلاج علاش داروه باش انت كدير لي تيست كل نهار باش ما يكونش الكوفيد يعني الا خرجتي راه صعيب. ما كاينش البلاتي واش نيشان لايروبور ما كاينش يمشي يجيب حوايجو نو غادي عاد غادي يجيبهم ليه هما حيت كاين حيتاش علاش حيتاش اللي رجع للفيلاج اولمبيك هو كان خارج دونك هو كان خارج ما خصهمش يوليو يخليوه يدخل للفيلاج اولمبيك. اه هادشي اللي كاين نيشان المطار نيشان الطيران. خويا اش كدير هنا؟ ياك قلت لك ما تخرجش يلاه تفضل معنا باي 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 باي. خرجتي من بعد في طوكيو شويه وي ابخي فساليت الكومبيتيسيون ديك الساعه قلت ما عندي ما خصها بغاو يدي صيفطوني في حالي صيفطوني. شنو اغرب حاجه شفتي في طوكيو؟ طوكيو زوينه بزاف ما صراحه جامي شفت بحالها في الموند كامل يعني سافرت بزاف الا طوكيو. اول حاجه بعد الناس ضريفين بزاف ومقبولين يعني كانوا عطاهم واحد كانوا قبل كيهضروا عليهم تيقولوا باللي زعما كانوا قالوا الناس ما بغاوش كانوا هما اللي كونط زعما اللي جوج اولمبيك ما بغاوش تنظم ولكن العكس كنا كنشوفوا راه ديك الحب اللي كنا كنشوفوا من عندهم وكانوا يعني كيبغيونا فريمون كيشوفونا في ليبيس يشيروا ليك باي باي فهمتي كانوا كيبغيونا. وصراحه طوكيو في الكا كمدينه صراحه فريمون زعما داك الشيء الخيال العلمي مهما داك الشيء اللي كنا كنشوفوا في التلفازه راه راه تما الضوبل فاش كتعيش داكشي كتشوف تما والخدمه الناس خدامين سي ما كاينش كتشوف شي واحد واقف ولا شي واحد كاين الخدمه ليله نهار نون ستوب كيخدموا بالليل بزاف. داكشي قلتي جيت شفتي تما شفتي لي بولدينغ شاعلين بالليل فسولنا قال لك بلي بحكم الديكالاج غير زعما حيتاش باش يقدروا يخدموا مع لوروب حيتاش الليل ديالهم هو الصباح ديال لوروب ولا الصباح ديالنا حنا. واو دونك كاينين اللي تيخدموا بالليل واو توب. انت سفيان البقالي دابا انت صغير بعدك 25 عام عندك ميداليه ذهبيه انت عارف انك خصك تحضر راسك من المساله هذه باش حيت راه قلتيها قبل عاوتاني بان واحد المساقطه دخلتي في باريس دخلتي شويه ما شوف كتافك سخان هي الغرور الغرور لا ما تخافش كتفكر في المساله فكرتي فيها واش قلتيها حيت الغرور كيترقل في الدماغ ديما ديما الحمد لله ديما تنقول خلي رجلك في الارض كي كنقولوا ما عمرك حيتاش فريمون ما غادي تربح والو الا مشيتي لديك الطريق الاخرى حيتاش الا ما غاديش تولي كاع تعيش هاد الرياضه اللي كتعيشها بهذا الحماس هذا اللي فيا دابا ما غاديش نولي نعيشو الا مشيت في ديك الطريق دونك الحمد لله اللهم بقى هكا هادشي اللي كاين الله يخلينا على سباقتنا امين يا ربي. واخا كاينين دي زاتليت شفناهم تيعيشوا داك الغرور وتيبقاو مثلا فلو ماي ويدر في البوكس فهمتي في كاركتير اكثريه امريكانيين عندهم هذا الكاركتير. راه قلت لك قبيله سوفيا البقالي راه قلتي منين من حي المرجى دونك غنبقى هذاك الدري ديال حي المرجى يعني خصك تبقى شعبي باش تبقى محبوب عند الناس كاملين. هادشي اللي قال حبيبي هذا كلام جميل كلشي تيقولها جميل الله يحفظك كلام جميل اخويا كلام جميل. شنو بغيت تسول اش كيبغي يسول سفيان؟ سولو دابا هو 25 عام دا ميداليه ذهبيه في لي جوز اولمبيك في طوكيو متى تحقق مثلا بحال هذا الحلم هذا قبيلة قلتي حققتي واحد الحلم من الأحلام ديالك شنو مثلا الحلم الآخر واش شي غوكور ديرو في بالك ولا شي فوز شي بطولة واحدة أخرى ولا كضحك معايا شنو هو هذا الحلم هذا زعما شنو البروشين إيتاب هو الحلم أنت قلتي هو الغوكور دي موند هو دي 3 سنين والناس في العالم كامل تيطلبوا بقالي باش أنه يدير الغوكور دي موند في 300 متر سيب اللي هو صعيب شوية اللي هو 7 دقائق 53 ثانية يعني صعيب مغرب تدريجي 7.58 7.58 يعني صافي لونطون شحال هادي ما هبط شي واحد للكرونو هذا ولكن الحمد لله انا كان تايق في راسي وكنقول باللي ان شاء الله واحد النهار غادي نوصل ليه. والحلم الثاني اللي مازال يعني الحلم اللي قلت لك هو تحقق مازال كنفكر في حلم الاخر هو ماشي ما توقفش هاد الميداليه هادي هكا في الالعاب الاولمبيه مازال يكونوا ميداليات واحده اخرى ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. انت اللي مالك شي بغيتي تعرفي من سفيان؟ انا غادي عندي جوج الاسئله السؤال الاولاني هو شنو هي اخر حاجه كتفكر فيها قبل ما دير الديبا وشنو هي اول حاجه كتفكر فيها فاش كتوصل؟ شوف فاش سيرتو فنهضر لك على طوكيو فاش طلعت قبل ما ندخل الديبا كانت واحد الشم جهده عرفتي داخل وكنقرا قران وكندعي مع راسي بوحدي دونك ديك فاش كيقول لك ديبا يعني صافي غادي تشرب ديك البيستولي
راه كنتسنى فوقاش نسمع داك الطاق صافي كنت كل شيء يعني كنكون كنفكر كي غندير عندك السباق واش غنمشيو بالجهد واش غنمشيو بشويه لا انفو كتسمع داك الاخر صافي كترتاح كل شيء كيمشي منك ما كتبقى حتى شي حاجه وجيستو فاش كتوصل لاريفي صافي كتفكر سيغتو انا فاش وصلت في لي جوز اولمبيك راه ما يمكنش راه دايره لا ميداي دور يعني المغاربه كاملين كانوا كيتسناوها صافي وصلت يعني عرفت راسي شنو درت وفاش وقفت وركعت لله سبحانه وتعالى فاش وقفت راه مازال ما متيقش راسي شنو درت ديك الساعه عاد بقيت كنستوعب بشويه بشويه ولا شوف الفينال بالضبط بقيت كنغوت يعني كنخرج داك الشيء كامل اللي عندي صراحه وكنبكي لان فريمون عشت واحد جات كي غنقول لك جات هاد لا ميداي بواحد بواحد الطريقه اللي زوينه جات بواحد الخدمه اللي طويله يعني ماشي غير قبطات وجات غير هكاك مفاجاه الخدمه ديالها كانت 13 عام ولا 12 عام وفي الخدمه شنو كدير دابا خدمه يعني ما انت كتريني كل نهار وي شاك جوغ دو فوا بار جوغ كاين مره اللي كنترينو مره ومره اللي جوج مرات تقدر تجري شحال ماكسيموم في النهار ماكسيموم في النهار كنديرو حنا دابا حيت كنترينو كل نهار يعني كاع لي فوتينغ ديالنا كتمشي 20 كيلومتر بار جوغ وكاينين اللي كاينين شي نهار سبيسيال كدير فيهم حتى 30 كيلومتر واو لونترينمون كتريني انت عايزك تريني في افران وي بزاف زوينه افران عزيز عليا افران بزاف وافران جلست فيها والتطوير شتا تريني عادي تحدي كنت حدا راسي بداك الثلاث كيعجبني دابا انت عندك مشكل انت سوف بقى عندك مشكل انت في الكوفيد ترينيتي انت وي ترينيت في الكوفيد في افران وكانوا السلطات كنسلبوا على السلطات كانوا كيتي اكزاكتومون فاش على حاجه كتجري بوحدك صافي سير يلاه شو واش منها شي ميدالي يلاه سير انا تحيه اليوم صراحه تحيه السلطات المحليه ديال مدينه شفر اللي تساعدوا معنا صراحه في ديك الوقيته ديال الكوفيد اللي كانوا كيخليونا نجربوا ماشي كلشي ولكن كانوا عارفين سوفي البقاء لي ديك الساعه حيت هما كانوا كيعرفوني بلي انا غادي نمشي زعما لي جوز اولمبيك ديال طوكيو وكان زعما كان اصلا لا فيديراسيون ديالنا كان ديك الساعه دخلات هو كان تم الاغلاق ديال جميع المراكز اللي كنا فيها حنا يعني كنضطرين اننا نغادروا فكتلتجئ لانك كتمشي تكري فين تجلس ولا شي حاجه عادي وعلاش افران بالضبط حيت كلشي تيمشي لافران من الكروج عويطه كان كيجلس في الالتيتيد الالتيتيد تما نو كي الالتيتيد راه علو على سطح البحر ب 1600 متر تما يعني راه الاكسجين قليل باش ما غادي تهبط غادي تهبط ديك الساعه غادي الاكسجين اللي في الرباط ماشي هو اللي في افران مرات تلقى تكمل لونطريمون حيت صعيب تجري فاش ما كيكونش فاش كتكون العلو كتكون صعيبه 1600 افران طلع 1600 وي 1600 طلع على علو البحر كاينين بلايص فيهم 2000 متر تما في افران راه تقدر تكمل لونطريمون وتسخف وي دي سيونس دير راه كتوصل بك حتى ما كتقدرش تكمل لا سيونس ولا كتسالي لا سيونس كتطيح تما ديك الساعه صافي كتغيب مونك دوكسيجين وي تقدر ترد الخر كترد ديما ديما هادشي هذا هو المشكل ديال لاتيتيد اللي كدير تما من المسائل اللي كتريني كتريني تا الجرا كتريني لا ميسكولاسيون وي كنديرو لا ميسكولاسيون كلشي بالعبار كلشي مقاد كلشي بالعبار وي يعني كاري لونترينور ما وي ما كيفلت حتى حاجه الماكله ماكلة صافا انا في المغرب ما عنديش مشكل دونك انا في المغرب ما كنحتاجش ندير واحد الريجيم اليمونتير ديجا حنا الحمد لله في البلاد ديالنا كلشي بيو الحمد لله هذا هو اللي مهم انا بالنسبه ليا كاتليت ديال دومي فون خصني ناكل كلشي يعني عادي كنبعد شويه من المعلبات ولي برودوي شيمي بزاف واخا رجليك دابا انت رجليك خصك دير لهم شي اسيرونس هادي دعوه لي اسيرونس تكون ديروا شي اسيرونس ديال رجلين فري معلوم ماشي ديال لاسونس لي دي لاسونس رجلي لانه رجلين كياكلوا الدق وي خصك تبقى حاضي معاهم بزاف دابا عندي لا بليسيغ دابا ما كنديرش عندي طوندون داشيل واو 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 يعني اقل حاجه يقدروا وي خصك تجلس ما ترينيش يعني المشكل هو انك بليسيغ صغيره اللي ما حديتيش معاها كتاخذ لك وقت بزاف يعني كتضيع الوقت في لونطريمون ديالك امتى كانوا خرج لك الدم من وجهك باريس باريس ايه باريس باريس ديك باريس دو فوا طحش فيها دو فوا مره في 2018 كنت ربحتها ولكن من قبل ما نربح يعني كان وقع لي مشكل كنصدم عليا واحد لاطليت واحد اخر في الرجل ديالي تاكلتي لا هذيك فاش تاكلت في واش باش تاكل لا تاكل شكون كان ياكلك هذاك فينال في فينال ديال الدوري ماسي في زيوريخ هذاك بقى فيا الحال بزاف كنت باغي نربح وكنت واجد بسبب ديك التاكيله هذيك تاكيله ما خسرت درد مزيان ولكن كيفاش كانت الرياكسيون ديالي في ديك التعكيله جو بونس فيها فاش غوت على الاخر بلا ما نشعر هادشي راه الخلعه ديال الطيحه شفتو هادي غوت عليه حيت كنت غطيح فريمون هو اللي شدني نيت هو كان غيطيحني هو اللي شدني وغوت عليه هو نيت قلت ليه
أغوت راه ما يمكنش راه غوت شنو غتقول ليه ديك الساعه راه غوت ورجعت كنركز على الصيده ماشي هو ولا غوت بجد حيت دابا شنو في لا كورس شنو الفرق ما بين دابا كاين لي كولوار شنو الفرق ما بين لي كولوار دونك فحال دابا في 3000 متر سيبل ولا 1500 دوك لي كولوار حنا ما معنيينش بهم واخا صحاب ال 100 متر 800 متر وصحاب السبرنت هما اللي معنيين بداك لي كولوار خاص كل واحد يبقى في الكولوار ديالو نو بحال دابا صحاب 800 متر كيديروا ديبار كل واحد في كولوار مي كيضربوا غير 100 متر عندهم حق يقدروا يتجمعوا بحال دابا لي 400 متر يقدر خاص كلشي يبقى في داك الكولوار حتى واحد ما يتحرك مي ما كيكونش نفس ديبار يكون واحد هنا واحد يعني لي كولوار ماشي ما كيطلقوش نفس البلاصه يعني هي نفس لا ديستونس نفس لا ديستونس حتى واحد ما كتزاد عليه شي حاجه اللي كيكون في الجسم كاع كيكون هو القدامي هو القدامي واش علاش واخا كاين كاين بزاف ديال التكنيك في الالعاب القوى وفي الجره كاين ديال التكنيك اللي كاينين ديال ديال العاب القوى زوينه واعره فيها بزاف ديال كاين قوالب كاين قوالب كاين بزاف الحوايج دابا انت مثلا في لاكورس ديال 3000 عندك 3 كيلومتر 3000 متر عندك الحواجز كتعرف انت يا بون فور بون فور هو كيفاش كنقص انا انا سي ديفيرون على لي زوطخ يعني تبارك الله كنقص احسن كاع لي زاطليت اللي معايا الا لحقتي كاع لي كورس ديالي كنقص اليز الماء يعني ما عنديش مشكل الماء والماء عندكم الحق انكم تعفط على الحاجز كتشوفهم كيحفطوا عليه كيطلعوا من فوق من الدور عاد كينقزوا الكينيين ما عندهمش نفس التقنيك كينقزوا هما وما كينقزوا كيطيحوا في وسط الماء حيت الماء ما كاينش تدوز من تحتو نو مشات مشات تزالك زعما اكوامان تو اكوامان شوف توقف غادي تمشي مشيت مشيت حيت داكشي ملعوب بالثواني دي سكوند لو سوفل تا هو وي خصك تكون نو الا كنتي في لونتري في لي زونطريمون ديالك سافا يعني ما تخافش كاع من داكشي واخا دونك بقى تكنيك ولي قلت لك انت اختصاص سوفين بقى لي اختصاصي ديال جوج اختصاص حيت كاين جوج اختصاص كاين يكون اختصاصي في الاخر ديال لاكورس ياك كيدير سوا كيدير الفينيش سوا كيقد على ولا كيمشي في لونديرونس يا تشي انا بجوج انت بجوج جوج طب الفينيش لونديرونس اخويا طب تبارك الله عليك حبيبي تبارك الله عليك اخويا يا اخي نتمنى لك كل خير حبيبي كل خير اخويا امين امين غادي نسولك على كاين دابا انت في حياتك سفيان بقالي ما بين قبل وبعد الميداليه الذهبيه حياتك تبدلات وي واش انت كنتي متوقع توصل لهذا النجاح اللي وصلتي ليه في حياتك كنتي عارفه لا فاش بقات كتجي الريزلتات مزيانه وبداو كيجيو النتائج اللي مزيانين صافي توقعت باللي غادي ان شاء الله غادي واحد النهار قلت غادي نكون بطل اولمبي ان شاء الله اغرب حاجه عشتها من بعد الميداليه الذهبيه فشوف والله قلت لك هي اغرب حاجه واحسن حاجه هو داك المشكل اللي كان وقع ليا في ديال الميتينغ ديال باريس وليت كنتخيل راسي كنقول لي واه اللي واش نهايه العالم ما يمكنش انت شامبيون اولمبيك وقع لك هادشي هذا يعني بحال ما عجبنيش الحال من بعد عرفت راسي الاغلاط اللي درت يعني تما في ديك الميتينغ تيغتو ديال باريس هو انني ما كنت التركيز ما كاينش ولكن خفت بزاف قلت عندك هادشي يبقى عندي ديما دونك هذه هي الحاجه اللي كنتخيل سيغتو فاش طحت كانوا مازال لي ميتينغ من مور داك الطيحه وفاش مشيت نلعب اخيب حاجه وقعت لي هو انني ولات عندي فوبيا من الاوبستاكل لان فاش ضربت فيه وطحت وليت كنخاف نقز يعني ولات عندي الفوبيا وليت صعيب انني نقز واضطريت انني ندير واحد الميتينغ في كينيا كان هو فاش ساليت العام ديالي وكان تحدي ليا صراحه اللي رفعت وكل شيء كنتبع معايا داك الميتينغ قلت غنمشي نلعب مع الكينيون في البلاد ديالهم وا برافو عليك فمشيت وربحت في كينيا باش تحيد الخلعه فمشيت مشيت تكوي على الخلعه وي فمشيت كلشي حيت صعيب ما كاين حتى شي واحد كيمشي يلعب في كينيا سيغت الاوروبيين وداك الشيء ما كيمشيوش يلعبوا في كينيا فانا مشيت قلت غنختم لا سيزون ديالي تما بحال غادي تلعب كره مع في البرازيل مشيت ختمت لا سيزون ديالي تما وصدقت ربحتهم تما في بلادهم كاملين فهذيك هي احسن حاجه عاوتاني كانت تما اه طاب حيت الخلعه مزيان انت ما عندكش اللي كيتسموا دي كوتش مونتال نو ما عندكش هو كريم تلمساني هو كريم في كل شيء ولكن ما كرهتش كان لان فريمون كتحس راسك انت محتاج دابا شي كوتش مونتال شي واحد اللي في لي غون شامبيون بحال اللي قلت لك بحال لي اولمبيك المهم صراحه المهم لي كوتش مونتال يوجدك ثانيا باش تدخل حيت دابا انت حيت طوكيو ما كانش جمهور وي ما كانش دونك خص هذه يعني هذه عاونتني ما كانش الجمهور اما كون كان الجمهور راه خصك ضروري اللي يكون معك احسن واحد اللي كنتي باغي تلاقى معاه واللي تلاقيتي معاه من بعد الميداليه الذهبيه وهو شوف من بعد الحلم ديالي هو اصلا كنت كنقول نهار غنتزوج ان شاء الله غادي يستقبلنا سيدنا كنت كنتمنى انني فوقاش ان شاء الله يكون ان شاء الله ولكن كنظن بسبب الكوفيد يعني كان صعيب شويه فشوف فاش رجعت
قبل ما نرجع للبلاد فاش ساليت الجيوز اولمبيك ما يمكنش راه عندك ليك الناس اللي كنت كنتصور عمرهم زعما يهضروا معايا عمرهم يسولوني عمرهم كلشي ولا كيعرف شكون هو سوفيا البقالي ديك الساعه كلشي كيصيفط لي ميساج لسوفيا البقالي الناس تما اللي كانوا زعما الاساطير ديال العاب القوى القدام ولاو كيعرف جات لينا اللي زوين في هاد الجيوز اولمبيك هو اني ماشي ربحت غير لا ميداي دور هو انني باطيت واحد لو ريكور ديال ولا عداء سابق في العالم قدر يسيطر على 300 متر سيبل ديال كينيا لان جامي شي واحد ربحهم ان انا اول عداء في التاريخ غادي يربحهم الجيوز اولمبيك اول واحد غادي يحيد ليهم عمر شي واحد حيد ليهم لا ميداي دور من نهار بدات الدورات ديال الالعاب الاولمبيه تجيت انا حيدتها ليهم في 2000 بعد ضربوا ما بيناتهم شنو واقع اش واقع اش كاين هو ديالنا ديالنا ياك ما كيني هذا ياك ما هذا قلبوا ليه قلبوا ليه قلبوا ليه في لادي ديالو مزيان راه يبانوا جوج اصول دابا انت راك دخلتي في الجروب ديال الميداليات الذهبيه انا والمتوكل في 1984 سعيد عويطه في 1984 ابراهيم بوطيف في 1988 خالد سكاح 1992 هشام قروش في 2004 سوفيا البقالي في 2021 في طوكيو راك دخلتي في الجروب ديال الميداليات الذهبيه باش دخل سميتك مع هاد الابطال هادو سي دي ليجند ماروكان صراحه اللي قبل كما قلتي انا كنت كنتفرج في الفيديو ديالهم وانا مازال صغير تفرجتي في سعيد عويطه وي كنت فرجك اوسي في هشام فاش دار دوبل في 2004 يعني كان كيبكي وديك شي كنت فرج كنت شوك دابا وليت كنتفرج في راسي وكنت شوك يعني دابا حاجه زوينه احسن وليت ما بقيتش كنشوف لي كورس القدام ديال لي زاتليت وليت كنشوف ديالي دابا وكان وما نكذبش عليك هذا الفينال ديال طوكيو كنعاودو بزاف ديال المرات لان كان تعليق عربي لان ديك اللحظه ديال الوصول ديالي للسباق ماشي سهله وكنبقى نشوفها كيجيوني الدموع في عينيا يعني شي حاجه اللي زوينه وقعت لي في حياتي طوب الا جيت سؤال عند سوان غادي تبورج دابا دابا فوق ما كتشوف كتبورج تبوريش هياك يدي مانع المائي وبقي هناك حاجز اخر سفيان الخط المستقيم المغرب والمانع الاخير يلا يا سفيان حبيبي يا سفيان المغرب الذهب للذهب تحيا المغرب تحيا المملكة المغربية تحيا الميدالية الذهبية للمغرب عن جدارة واستحقاق مبروك يا حسين مبروك للمغرب مبروك للعرب هذا الإنجاز الميدالية الذهبية بهذا التكتيك الرائع رسمت وكأنك ديفينشي بالرسم يا سلام أنا تبرش شنو اللي كيخليك كاين شي حاجة اللي كتخليك في النجاح من بعد الميدالية الذهبية واش كاين شي حاجة اللي خلاك حتى الشهرة زوينة حيت عايشها أنا كما قلت لك بتواضع ما عايشهاش بشي طريقة اللي غادي نستغلها شي طريقة اللي خايبة مزيان واش العلاقة ديك مع البنات تبدلات من بعد الميدالية الذهبية؟ نو عادي أصلا ما كانش علاقتي مع بنات من قبل عادي بقيت عادي ما غاديش تبدل ما تخافش أنت خاطب أنت وي الله يكون بالخير أخويا أمين يا رب حيت أنت خاصكم تعرفوا واحد الحاجة مهمة على سفيان البقالي أنت سفيان مع لونترينمون مع الكونسونتراسيون مع التركيز راك بزاف الحوايج ما كديرهمش وي ما كتخرجش شوف هي باش توصل للقمة في الرياضة أنا عشت غنعاود على التجربة ديالي لأن خاصك تضحي بزاف الحوايج خاصك تضحي بحياتك باش تقدر أنك توصل لك الشيء اللي بغيتي باش تكون سبورتيف دو نيفو ماشي سهلة يعني نقدر نكون اي واحد يكون سبورتيف يعني عادي ولكن باش تكون سبورتيف ديال هونيفو بالمعنى الكلمه راه يعني ماشي خصك تضحي بزاف د الحوايج دونك انا كنعيش في مدينه افران هذه مده 6 سنين كاين في اكاديميه محمد السادس للالعاب القوى يعني عندي كاع المسائل ديالي موفره ليا في الاكاديميه عندي البيت ديالي جالس فيه كنخرج منه بلاي ديالي بلاي ستيشن شي حاجه كنجلسوا مع الدراري مجموعين الكاتر ولا السانك نو سانك دابا على غادي بلي فيرسيون فيفا كره فيفا وي فيفا وي توب وصلت لشي طريقه شنو مرحبا واك بليزير صافي يعني ضحي بزاف الحوايج ديك الخروج بزاف ما كاينش يعني ديك الصحاب بزاف ما كاينينش يعني كنقول لهم سمحوا لي انا ماشي ما بغيتش نكون صاحبكم ولكن راه الخدمه ديالي راه كتحتم عليا نكون هكا يعني خصك تكون اناني كي غادي نقولوا في الخدمه ديالك خصك تكون اناني باش تقدر انك تبقى ديما في المستوى العالي اما باش تكون في المستوى المتوسط فتقدر دير اي حاجه يعني يعني ما كاينش خروج ما كاينش صحاب ما كاينش دوران كاين التركيز الخدمه كتنعس كترتاح باش تمشي تريني صافي هادشي اللي كاين سوفيان ميرسي شكرا بزاف اخويا شكرا لك بزاف شكرا اللي حضرتي معنا
شكرا لكم كاملين. خمسة وخميس عليك أخويا وتبارك الله وصلى عمي وعيل حسود فيها عود والله الله ينقي طريق من الشوك. آمين والله آمين الله يبعد عليك ولاد الحرام. آمين آمين. عندك شي غير شوية قبل من المسابقات كدير شي حاجة كديرها مولف كديرها؟ أي شوف كديما كيما قلت لك راه الفينال ديال طوكيو راه داخل وكنقرا القران وكندعي الله حتى للديبار. صافي سيدي هادشي اللي كاين احسن حاجه اخويا الله يكمل بالخير. شكرا سوفيا بقالي. شكرا شكرا شكرا, شكرا.